لا ده احتفالنا، وده يعني الحقيقه احنا انا قلت في الانترو 16 بطوله نادي الاهلي واخدهم حتى اللحظه وانا بكلم حضراتكم فيها. الفريق اللي معانا خد بطولتين من ال 16 ولسه عندنا فرصه نوصل ل 20 بطوله. الحقيقه انا بشكر كل البطلات والنجمات اللي معانا، بس الحقيقه قبل ما يعني قبل يعني ما نقطع التورته ونحتفل يعني ونختم الفقره، لازم اسال كابتن محمد. معلش يا كابتن محمد، النهارده التعاقد مع اللعيبه المحليين والعقود اللي بتتعمل، لان طبعا دي اسرار لازم تتقال على التعب وعلى دعم النادي، كلمني عن تفاصيل التعاقدات يا كابتن. ده ملف كبير. يا ريت خد وقتك. لا هقول لك بقى باختصار كده. في نغمه كده كانت طلعت بقى فتره، النادي الاهلي عنده لعيبه كتير والنادي الاهلي السكواد بتاعه كبير، بيتقال كده ايه في الوسط وكده، الناس اللي ممكن اللي ما بتحبش قوي النادي الاهلي. نعم. طب ماشي، لو النادي الاهلي مش هيبقى عنده افضل لعيبه في مصر واقوى سكواد في مصر، مين يبقى عنده؟ مش فتح الصدر. انا احنا بنتحاسب على كل بطوله وعلى كل مباراه. احنا السنه اللي فاتت كسبنا دوري وكاس، اتقال لك الف مبروك الدوري وكاس، بس خسرتوا ماتشين في السنه، يعني ما مش احسن صحيح. حاجه يعني. السنه دي كاسبين في محلي 31 مباراه، 20 مباراه في الدوري، 8 منطقه، 3 كاس مصر، 31 مباراه ب 31 مكسب، الناس كلها مبروك وفرحان، بس يا جماعه كان في كام ماتش كده كسبتهم بصعوبه، فاحنا بنتحاسب على كل ماتش. فطبيعي ان احنا يبقى عندنا سكواد كبير. يمكن كابتن عادل من ساعه ما استلم الفرقه كان حريص ان يبقى عنده في كل مركز 3 لعيبه، وده اللي ماشي الفرقه السنه طول السنه. احنا رحنا لعبنا ماتش سموحه كاس مصر دور 8 واحنا ناقصنا 7 لعيبه من القوام الاساسي بتاع الفرقه، عادي مفيش مشكله، اللي موجود بيشيل اللي موجود بيلعب. جينا الموسم دوت، انا بس بحكي لك باختصار، لا خد راحتك يا كابتن يعني خالص. الموسم ده تحديدا خلاص احنا خلصنا الموسم اللي فات. على فكره الموسم اللي فات لما كابتن عادل والجهاز استلموا الفرقه كان قوام الفريق الاول متبقي 11 لعيبه، كان في ناس عقودهم خلصت مشيت، في ناس اعتزلت، كان في ناس اصابات كبيره بطلت، 11 لعيبه ده قوام فرقه النادي الاهلي. هل هتلعب بوسه 17 لعيبه؟ لا طبعا. راح مطلع على طول 5 لعيبه مواليد 2002 كانت مرحلتهم خلصت، وطلع لعيبه من مواليد 2004 بقى عندنا 17 لعيبه. جبنا 5 لعيبه من بره بقينا 22 لعيبه، لعيبه محترفه بقينا 23 لعيبه. لعبنا بيهم الموسم اللي فات كله. جينا الموسم ده شوف بقى الناس ايه بتتكلم، يقول لك الاهلي بيلم بيلم. طب الموسم ده اللي حصل عندنا طبعا حارس اسطوري معانا غاده حسام اعلنت اعتزالها في نهايه الموسم، وكان بالاتفاق يعني كان في اتفاق هنا ده الموسم الاخير. طب غاده خرجت مش هندخل حد مكانها؟ لازم. كان في ايه الحوشي دي بنت النادي كانت خرجت لمده سنه واحده لنادي سموحه، وكان في اتفاق ان هي تروح تلعب سنه في سموحه على ما غاده تبطل بعدين نرجع، يعني كل حاجه ماشيه برؤيه وتخطيط مش ماشيه كده. جه بعد كده نادي سموحه بعت طلب رسمي عايز الحارسه امنيه خالد من عندنا مونيا، فتمام. واللعيبه جت قدمت طلب ان هي عايزه تروح لظروف كتيره هي شايفه ان مصلحتها ان هي تروح نادي سموحه. هناك ماشي خلاص النادي وافق على كده ورحنا. هنعوضها ولا نسيب برضه المكان فاضي؟ لا لازم نعوضها. قدرنا نتعاقد مع حارس المرمى فرح الشاذلي من نادي الشمس وعملت موسم معانا، موسم محترم جدا 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 يعني. ادي مثلا الحاجه الثانيه. الناحيه الثالثه كان عندنا برضه لعيبه محترمه جدا اسمها دعاء حلمي، لاسباب كده ما بين الجهاز واللعيبه خلاص اتراضوا ان الايه ده كان الموسم الاخير وهي ربنا هيكرمها في مكان تاني، وراحت نادي الشمس وما شاء الله عملوا موسم محترم معانا. يعني افهم من كلامك يا كابتن النادي الاهلي بيدعم الفريق في المكان اللي محتاج له. بالظبط. جبنا لعيبه غير كده انت بتعتمد على اولادك. جبنا لعيبه شوله من نادي سموحه مواليد 2004، بس خد بالك بقى برضه الناس احنا بنفكر ازاي. اللي مشوا من عندنا السنه دي اللي خرجوا من القايمه قصدي يعني، غاده مواليد 93، موني مواليد 96، دعاء مواليد 97، اللي دخل مكانهم اي الحوشي 99، أصغر. فرح الشاذلي 2001 أصغر. وكان فاضل لها شريط 2002، كنزي 2004. نعم. من سنتين كان متوسط عمر النادي الاهلي 26 سنه، النهارده متوسط عمر الفرق 22 سنه ونص. فانت نزلت متوسط العمر عامل قوام 23 24 لعيب بتكتسح كل البطولات المحليه بقالك سنتين وقربت جدا من الافريقيه. فالنادي الاهلي بيشتغل كده. في تخطيط، في رؤيه، في خريطه معموله للسنين اللي جايه، عينك على قطاع الناشئين عندك تحت في ايه والنواقص بتجيبها من بره. ده النادي الاهلي بيشتغل كده، مش مثلا حاجه بقى بلم ومش مفيش حاجه اسمها كده. مش كده خالص. مفيش حاجه اسمها كده. طب اقول لك حاجه، في بدايه الموسم ده اتعود على كابتن عادل 2 لعيبه بدون ذكر اسامي، لعيبه مهمه جدا جدا في انديه ثانيه، ولما بنروح نلعبهم بنبعت لهم هم الاثنين دول. كان ضد، لا انا عندي في المركز ده 3 لعيبه، انا هاخدهم اعيدهم جنبي. صحيح. فهو ده اللي ايه؟ اذا النادي الاهلي يتعاقد. وعلى فكره يا كابتن الكلام حضرتك بتقوله في كره اليد ده انا سمعته هنا على الترابيزه، نفس الكلام في كره السله، نفس الكلام في كره الطايره، في كل الالعاب انا بجيب اللاعب اللي انا محتاج له في المركز. بالزبط. انما غير كده انا معتمد على اغلب اولاد النادي بتاعتي، مش بلمه وخلاص، بدليل ان في منافسه في كل حته. بالزبط. يعني النهارده الشمس بتنافسك، عندك النهارده الزمالك بينافسك كسيدات. بالزبط. عندك النهارده سبورتنج سموحه. سموحه يعني انت عندك النهارده. طب نادي الشمس، قلت نادي الشمس بينافسنا على كل البطولات. نادي الشمس في بدايه السيزون دوت عامل 5 تعاقدات، احنا عملنا 2 بس. نادي الشمس عامل 5 تعاقدات ولعيبه كلهم محترمين وكويسين وكل حاجه، بيشتغلوا لمصلحتهم. فهو ده النادي الاهلي بيشتغل كده. احنا مش ده كلام مفروغ منه، وعندنا اداره نشاط رياضي محترمه
كابتن خالد دعم كامل، دعم كامل، دعم كامل، وبيراجع الاجهزه الفنيه ويتكلم معاه فنيا. الحقيقه هو ده النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم، ولازم نحتفل بيكم. انا بشكركم، نورتوني وشرفتوني، بس انا عايز اقول لكم الله اكبر، انتوا زي القمر في الاستوديو يعني. الملعب حاجه ثانيه، بس الله اكبر، انتوا ما شاء الله عليكم كلكم امارات، وكلكم حاجه واجهه للنادي الاهلي. الصراحه بشكركم شكرا جزيلا، والف شكرا. مليون مبروك. والتقليد بتاعنا دودو ثانك يو سو ماتش، ثانك يو سو ماتش، اند يعني بليز يعني تتكلم كلام عربي. طيب يبقى احنا نقطع التورته. انا عايزكم على الدغري يا دودو، على الدغري. يلا يلا على الدغري، على الدغري. ايوه انا تعبان. فيري جود، عاش يا دودو. مبروك 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 مبروك. وهي دي روح النادي الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم احنا النادي الاهلي بيفرح بالبطولات. النادي الاهلي مش النادي اللي عشان ياخد بطوله يقلب الدنيا ضجيج وصخب. النادي الاهلي واخد على البطولات. احنا 16 بطوله النهارده، وانديه المنافسه بدون ذكر اساميها، الانديه كلها، كل نادي بطوله او يعني حد اقصى السنه دي. هو ده النادي الاهلي، هو ده قدره. النادي الاهلي لا يفرح غير بالبطولات، وبيعمل في صمت، وحتى احتفالنا بيبقى في نهايه الموسم بدون ضجيج شديد. بشكركم يا كباتن، شكرا جزيلا، نورتوني وشرفتوني. بشكر الساده المشاهدين على حسن المتابعه، وانتظرونا بقى في السلسله اللي جايه، واقعدوا معانا شوفوا التكريمات وشوفوا ابطالنا وبطلاتنا على شاشه قناه النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا يا كباتن، نورتوني.